إلى فقرة التواصل الاجتماعي مع جو الذي انضم إلينا. أهلا جو. شكرا بيرتا، طابت أوقاتكم مشاهدينا. سؤال يوم مشاهدين: التهديد برفع ملف مقتل الطفل الفلسطيني إلى الجنائية الدولية يعقد ملف المفاوضات أم يحركه؟ قيس جمعة اعتبر أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات أمنية من شأنها عدم السماح للمستوطنين بالاستهانة بأرواح الفلسطينيين وحماية القرى الفلسطينية من المتطرفين، وما يلوح به محمود عباس بالرجوع إلى الجنائية الدولية هو آخر الدواء الكي. أيوب الصابر تساءل: ماذا ستفعل المحكمة الدولية في مقتل طفل ولم تفعل شيئا في مقتل أهل غزة وبورما والشيشان؟ لقد أبادوا شعوبا. سعد الحساني اعتبر أن الوقت اختلف والمشهد السياسي ليس في صالح إسرائيل، ويجب استغلال الموقف وإقامة دعوة ضد الحكومة الإسرائيلية. أعلنت شركة فيسبوك أنها انتهت من إنتاج أول طائرة من دون طيار تعمل على توصيل شبكة الإنترنت للمناطق النائية في العالم، وستحلق الطائرة على ارتفاع 90,000 قدم ويمكنها الطيران لمدة 90 يوما متواصلة. وقالت فيسبوك أن الطائرة يمكنها توفير إنترنت بسرعة 10 جيجابايت في الثانية الواحدة، وسيتم اختبار الطائرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام، وقد صمم هذه الطائرة فريق تابع لفيسبوك في بريطانيا. لم يعد موقع فيسبوك في العراق وسيلة للتواصل الاجتماعي فحسب، بل أخذ حيزا كبيرا من معاناة الناس وحياتهم، وبدأ يحتل الصدارة بين مواقع التواصل في نقل مشاكلهم والتعريف بقضاياهم. ويطلق الناشطون على فيسبوك حملات مختلفة للمطالبة بحقوقهم أو عرض مشاكل اجتماعية واقتصادية في ظل الواقع الأمني المتردي الذي تمر به البلاد. ومشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع معنا الإعلامي الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي حيان الخياط على الهواء مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. أستاذ حيان، هل تسمعني؟ أسمعك أستاذ، أهلا وسهلا. هل ممكن القول أن فيسبوك أصبح وسيلة إعلامية بديلة تنقل كل ما يريد العراقيون عرضه من مشاكل؟ تمام استاذ، هي بالنسبه لهذا الموضوع احنا نلاحظ انه اغلب الناس قاعد يتعاملون ويا الفيسبوك على اكثر من مجرد انه تواصل اجتماعي بين الناس. نلاحظ انه اكو اعلاميين يستغلوه من اجل يعني ايصال الوصول الى هدفهم، من حيث انه يلتقون بالاشخاص اللي يكونون ضيوف عندهم مثلا، او يطرحون اراء مثلا، يعني ينزل فد منشور معين ويسال انه شنو من الناس شنو اللي تريدون نقدمه من خلال حلقاتنا اللي راح نعرضها على برنامج معين او فد فكره معينه. ولاحظ حتى الجمعيات بالنسبه او المنظمات هم تطرح برامجها او تطرح الحلول اللي تقدمها، الانجازات تطرحها كلها من خلال فيسبوك، لان تعرف لماذا لا تطرح هذه القضايا الموقع بشكل مستمر. استاذ حيان، لماذا لا تطرح هذه القضايا الوسائل الاعلام التقليديه؟ هل هذا يعني ان وسائل الاعلام المحليه بعيده عن قضايا الناس الحقيقيه؟ وبشكل عام احنا نلاحظ انه بالنسبه للقنوات او الاذاعات او الصحف والوكالات ما تحاول انه تكون الذب اكثر ثقلها على جانب الفيسبوك، على اعتبار انه هي تريد اكثر شيء من خلال الاعلانات انه تحقق فد ارباح معينه او تكون هي تابعه الى جهات معينه او الى احزاب معينه. فاحنا يعني نلاحظ هذا الشيء عندهم فد نقص او فد خلل بسيط من خلال من هذا الجانب، انهم ما تعطي فد حيز اكبر بالنسبه للفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى. بالنسبه حتى الناس اللي نلاحظ من خلال الفيسبوك قاعد يحاولون يوصلون الى امور معينه، مثل هسه حاليا بهاي اللحظه احنا اثناء حديثنا اكو فد مظاهره تتم في ساحه التحرير، هاي المظاهره تم التحشيد لها من خلال الفيسبوك، يعني من خلال اعلاميين معينين او من خلال جهات محدده بالنسبه للناشطين مجال الحقوق. نعم. او يعني امور تتعلق بالحريات والمشابه، نلاحظ انه حتى الخدمات اللي يريدون يتواصلون لها ويحشدوها من خلال الفيسبوك، يعني هي وسيله يعني بديله عن وسائل الاعلام التقليديه. يعني موقع مجاني هو اللي يحاولون من خلاله. الاعلامي والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي حيان الخياط، شكرا جزيلا لك. كشفت ياهو رسميا عن تطبيقها الجديد لايف تكست للتراسل الفوري في الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا بعد شهر من انطلاقه في هونغ كونغ وتايوان من دون إعلان. وتقوم فكرة تطبيق لايف تكست على منح المستخدمين القدرة على إجراء مكالمات مرئية صامتة مع إمكانية التواصل والرد من خلال النصوص والرموز التعبيرية.
في فيديو اليوم مشاهدينا نال شريط مصور نسبة مشاهدة عالية، وهو عبارة عن والد يصور ابنه وابنته الصغيرين على أنهما يقودان سيارة ولكن تحت تأثير النعاس. نشاهد. مشاهدينا نهاية هذه الفقرة، والآن عودة إلى سياق نشرة الأخبار مع بيرتا. No drink and drive. No sleep and drive. Thank you, Joe.